نايمة فاضلة. لا انا ما حضرتهم لانه طيب نكمل فقرتنا. بعض الشباب كلموني انه الاستاذ ايمن كمان سوى قصيده كذا للخليجي، فابغى اسمعها كذا منه. يا ريت تشرفنا كذا يسمعها. سليم سليم والله ما لي حال. اي شيء بيتين ثلاثه تذكروا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم جميعا. يعني يحسن الخروج بدهاء من هذا الموقف، فخلوني اقول انه القصيده حقت اليوم هي حضوركم ووجودكم، ولا والله ماني حاضر لو رتبنا بدري كان يمكن حضرت. اقول الابيات المشهوره اللي في كل موسم نرحب بكم فيها، لكم في قلب اعماقي، طبعا كليه اللي تتحدث تقول لكم في قلب اعماقي مكان لائق راقي، فما انتم باسماء على مدفون اوراقي، ولكن انتم التاريخ لي يا سر اشراقي. يعطيكم العافيه ونرحب بكم مره ثانيه. شكرا. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. لما نسمع كذا ذكرى جميله ولودي في الكليه ايام بكالوريوس من استاذنا وحبيبنا استاذ محمد حمود. عندك الصوت. الا ذكرى جميله جاتني والله جاتني عندك الهدف. خلاص ها المايك عندك. طول استنى. والله ايام بكالوريوس في ذكرى جميله. ذكريات كثيره من بس ابغى اتذكر شيء منها. ايش هي ما ادري. بس دوني هنتي اللي عارفني انا كنت صراحه مشاغب. يعني كنت مشاغب، كل الدكاترة اللي درسوني يعرفوني الحمد لله. بس ايش ذكرى والله ما متذكر. اللي نطلب لا ما في نطلب الصوت. لا كنت مشاغب يعني، بس هي دي بس. ومعروف كل اللي درسوني بالاسم. علينا في احد للاسف والله كلهم متقاعدين يعني. اصغرهم فكر الدكتور حسن بالخير. يلا فرصة سعيدة. طيب الله يعطيكم العافية، نشكر جميع مشاركاتكم الجميلة، ما قصرتوا، ذكرى حلوة. وأولاً وأخيراً نبارك لجميع الخليجيين، والله يوفقكم إن شاء الله بإذن الله في حياتهم المستقبلية، ونكمل الحفل بإذن الله مع الدين مع الأستاذ بدر، والله يعطيكم العافية جميعاً. يعطيكم العافية جميعاً، ونشكر الطالب يوسف على هذه المشاركة الحلوة ومشاركاتكم الجميلة اللي استمتعنا بها. حقيقة لو في مجال بنسمع منكم زيادة، بس كفايه القصتين الثلاث هذا اللي سمعناهم. الله يعطيكم الصحه والعافيه. طيب نبي نستمع الان لكلمه رئيس رابطه الخريجين رجل الاعمال الاستاذ سامي فؤاد علي رضا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا سعيدين جدا بحضوركم جميعا في هذا اللقاء السنوي، وهذا اللقاء يتجدد، ونرحب بالجميع. صبعين نرحب بالجميع، ونحب نبدأ سريعة نعيش عملة الرابطة العام الماضي. الحمد لله الرابطة وقعت اتفاقية تعاون مع ريادة معهد ريادة الأعمال الوطني، بيقدم برامج تمويلات لمشاريع صغيرة. الرابطة بفضل الله تعالى عملت اتفاقية معهم، بتساهم في التوجيه المهني، بتساهم في التدريب المهني. طبعا احنا مقصرين، لكن طموحنا اكبر ان شاء الله في العام القادم نقدم خدمات اكثر وبرامج اكثر للخريجين. مرحبا بكم جميعا مرة اخرى، وحياكم الله. تمام. شكرا يا استاذ سامي، الله يعطيك الصحة والعافية. هذه الفرقة الرائعة اللي حتمتعنا أيضا بألوان شعبية أخرى بقيادة الأستاذ سامي غنيم، خلونا نرحب بهم جميعا واسمعنا مقوة تحية. يا مرحبا
ألف شكر لنادي التراث الشعبي لهذه الفقرة الرائعة اللي قدموها لنا. حفلنا الكريم ما بقى الآن إلا أننا نكرم راعي هذه الحفلة شركة عبد العزيز السريع الاستثمارية، ويتسلم الدرع مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية الأستاذ حسام الحفظي. يقدم عميدنا دكتور أيمن لو سمحت. تفضل الأستاذ حسام الحفظي مدير موارد البشرية والعلاقات الحكومية بشركة عبد العزيز السريع الاستثمارية. طيب أنا مش أعرفكم بنفسي، نسيت أعرفكم بنفسي من البداية. أنا ابنكم وطالبكم خريج هذا الترم بدر وليد نهاري، نجم كلية اقتصاد والإدارة عام 2015، وأتشرف أن أوقف الآن أمامكم وإني قدمت هذا الحفل. وبإذن الله تعالى كل أنشطة الكلية سواء نحن متخرجين أو طلاب إننا نشارك فيها ونبادر، وهذا شيء شرف وتاج على رؤوسنا جميعا. أحب أقول لكم تفضلوا العشاء تم الرحيل.